ثم قال عمر: يا عبد الله بن عمر، شوف اللحظات الأخيرة، انظروا ما علي من الدين، خليفة مدين وحاكم فقير. وهذا لا يمنع أن عمر ترك خير لذريته، لكن الآن عليه دين، ترك بعض الأمور التي حازها من المغانم والفتوحات، ما يلزم أن يترك الإنسان خير لأهله ويكون عليه دين. فقال: انظروا ما علي من الدين، لم يقل ما عندي من القصور والحدائق والأموال، لا، فوجدوه 86,000. قال: انظر، إن وفى له مال آل عمر فوفه، وإلا فانظر في بني عدي بن كعب بطن عمر، وإلا في قريش، ولا تعدوهم إلى غيرهم، فوفي عني هذا الدين. انطلق الآن، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين، فقل لها إن عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني اليوم استيقن بالموت، فإني اليوم لست للمؤمنين أميرا. قل لها إن عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت وإلا ردوني إلى مقابر المسلمين. قال: فانطلق عبد الله بن عمر يعدو إلى عائشة، فوجدها قاعدة تبكي، فقال لها بعد السلام: إن عمر بن الخطاب يستأذن، يقرئك السلام، ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت رضي الله عنها وهي القائلة: إذا أردت من يطيب المجلس فأفيضوا في ذكر عمر بن الخطاب، إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر بن الخطاب. قالت عائشة: كنت أريده لنفسي، ولأوثرنه اليوم على نفسي. فأذنت، فجاء، قيل لعمر: جاء عبد الله. قال: اسندوني، ارفعوني. فرفعه عبد الله بن عباس وهو في هذا الهول وفي هذا المصاب العظيم والجرح ينزف دما، قال: ارفعوني، يريد الخبر العظيم. قال: ما الخبر؟ قال: الذي تحب يا أمير اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه.